الحقيقه هو نادي الصيد طبعا دي مش اول دوره ان هو طبعا يعملها، نادي الصيد متعود على الدورات دي من زمان الحقيقه، واحنا بنسعد باستضافه كل الفرق اللي بتيجي تشترك في هذه الدوره الحقيقه، واحنا على استعداد دائما ان احنا يعني نحسن كمان من كل مره، يعني نحسن من استضافتنا ونحسن من مستوانا ونحسن من خدماتنا الحقيقه، ان احنا بنسعد بهذه الدوره ويعني ودي تعتبر من انجح الدورات اللي انا شفتها الحقيقه على مدار عمري في نادي الصيد. احنا عملنا دورات ناجحه كتير قبل كده، بس هذه الدوره دوره يعني انا سعيد بيها جدا وسعيد بالمستوى الولاد اللي موجودين من 9 سنين ل 13 سنه.